عمركم جلستم مع أصدقائكم أو حتى مع معارفكم وجبتوا سيرة الحب وبدأوا هذول الأشخاص يتكلموا عن الحب بطريقة جدا سلبية وبيكرهوا وبينتقدوا أي شخص يمكن يحب شريك حياته، أو حتى بينتقدوا الأشخاص اللي حاملين عندهم مشاعر وعواطف باتجاه فلان أو فلانة؟ تعرفوا هؤلاء الأشخاص من إيش بيعانوا؟ بيعانوا من رهاب اسمه رهاب الحب أو رهاب الغرام، والاسم العلمي له الفيلوفوبيا. هؤلاء الأشخاص المصابين بهذا الرهاب بيتجنبوا أي علاقة فيها مشاعر أو حب، لدرجة إذا شك في نفسه إنه هو يمكن يحب هذا الفلان بيقطع علاقته فورا، لأنه بشعر إنه الحب راح يقيد حياته وراح يدخله في مشاكل وصراعات ودوامات. أسبابه إما هو شاف أشخاص وقعوا في الحب وتبهدلوا، أو هو هذا الشخص يمكن عانى سابقا عن الحب وتبهدل، أو يمكن يكون مرض جيني أو وراثي.